مساكم الله بالخير متابعين ومشاهدين شاشة تلفزيون قطر من رابع يوم من أيام معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته 32. هذه النسخة المميزة بكل ما هو جديد وأيضا مميز في هذه النسخة. الثقافة ليست مجرد كلمات مسطرة في كتب ولا روايات نقرأها فقط، ولكن الثقافة موجودة في الفن، في الرسم، مثل ما قاعدين احنا نشوف اليوم واقفين قدام لوحة جدارية مليئة بالعديد من اللوحات التي تبرز الهوية القطرية، تبرز الهوية العربية، تبرز أيضا الهوية الغير عربية لكل دور النشر وكل الدول 37 المشاركة في هذا المعرض. مثل ما قاعدين نشوف مثلا في هذه اللوحة هناك الهوية القطرية من خلال لبس البطولة، وأيضا من خلال يعني الأبراج اللي هي تشهد التطور، التي تدل على تطور دولتنا الحبيبة قطر. وأيضا نشوف اليوم الزوار ما شاء الله، يعني الأكثرية من الزوار هم يعني الشباب اللي جايين فعلا يعني يأخذون من ثقافة هذه الدول. والمعرض فعلا مليء بالعديد من الفعاليات، لكن خلونا نروح حق زميلنا إبراهيم الجفيري اللي راح يروينا إيش عنده في أحد زوايا هذا المعرض وهذه الفعاليات المتواجدة في كل أركانه. نمسي عليك يا إبراهيم. نعم، أسعد الله مساك الزميلة شيخ المناعي، وأكيد أمسي على السادة المشاهدين وأقول لهم مشاهدينا حياكم الله في معرض الدوحة الدولي للكتاب بنسخته 32. طبعا احنا موجودين اليوم الرابع على التوالي، وهذه دعوة نقدمها لكم. راح نكون موجودين والمعرض راح يكون فاتح وموجود الى تاريخ 21. هذه دعوة، تعالوا جيبوا عيالكم اطفالكم، راح تستمتعون. عدد كبير من المشاركين، اكثر من 500 جهة مشاركة، اكثر من 30 دولة مشاركة. وبما ان احنا موجودين حاليا وضيوفنا جاهزين، انا اسمحي لي شيخ ان ابدا على طول مع ضيوفي، فخلونا نرحب معنا مع الاستاذ فيصل الجركس، مدرب غوص ومصور. حاليا احنا في مركز قطر للتصوير، خلينا نعطي المشاهدين نبذه عن المركز وايش يقدم للجمهور. يا اهلا بكم، حياكم الله. المركز هون مركز قطر للتصوير، تابع لوزاره الثقافه، احد المراكز الثقافيه الموجوده في الدوله. المركز مختص في اظهار جماليات التصوير والعنايه بالمصورين وفي كل المجالات، كان تصوير الصور او تصوير الفيديو. طبعا مشاركين هلا في معرض الكتاب خلال المعرض، في معرض صور عن بيئه قطر لاظهار جماليات البيئه القطريه. نعم، يعني جميل، يعني كل اللي مشاركين بالصور انتم اخترتوا هذا، يعني هذه السنه عن البيئه. كل سنه عن البيئه ولا كل سنه ممكن تغيرون الشعار مثلا؟ لا، كل معرض يكون مختلف عن كل معرض يكون مختلف الفكره تبعه، بس الفكره كانت السنه هاي انه يكون المعرض مختص في البيئه القطريه. جميل، واليوم هو اليوم الرابع للمعرض من الافتتاح، شلون شفت يعني ردود الفعل الجمهور؟ لا ما شاء الله، الاقبال والجمهور يعني شيء ما كنا متوقعين انه يكون للدرجه هاي ما شاء الله. يعني في اهتمام، الناس تجي تشوف الصور تسال عنها. صحيح، في اهتمام كثير من العالم في البيئه القطريه، في يشوفوا الصور، يشوفوا الحياه الموجوده. الكل كان مستغرب من القيمة اللي موجودة في الدولة. نعم، هم الحياة الفطرية والبرية. نعم، جميل. أستاذ فيصل، بما أن يعني أنت غواص ومدرب غوص وعندك معلومات عن البيئة البحرية، قبل لا نتكلم عن هذه أنا حاب أتكلم عن هذه الصور. طبعا الأستاذ محمد الصليطي الله يعطيك العافية موجود، فتفضل يميني الله يخليك، وخلنا نتكلم عن الصور. أول شيء خلنا نتكلم عن مشاركتك في المعرض. إيه نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أول مشاركة لي في معرض صور في قطر. الحقيقة فرصة مآتية لكل محفل، لابد ان احنا نتكلم عن البيئة القطرية، جمال البيئة القطرية، المحافظة على البيئة القطرية. في اجيال جديدة ما شافت الاشياء هذه، او لحد الان ما شافت الاشياء هذه، علينا احنا ان نوعيهم المحافظة ضرورة يا اخوي توفير مكان امن للطيور، ها، علشان تكاثر في بيئتنا. بعض المناظر اللي تشوفها لو سمحت هذه كلها تقريبا قريبة من الدوحة، مش بعيدة. والله أنا للأمانة كنت بسألك في وين صورت هذه؟ أنا لا، أنا فكرت أنها خارج دولة قطر. هذه الصورة وين؟ هذه كلها طريق سلوى. نعم، كلها قريب المساكن كلها، لكن ما أخذها هي بيئة أمان، ها، فموالفة. نعم نعم، ما في إزعاج، ما في حاجة، فتلاقي الجمالية تطلع لك. لكن لو في كان إزعاج أو مضايقات أو حاجة ما راح. لا، عندنا الحمد لله وعي من الشباب، عندنا وعي الحمد لله، حكومتنا الرشيدة وفرت لنا أغلب الأشياء اللي إحنا نقدر نستخرج منها الأمور هذه. وأنتم بعد مشكورين على الدعم الكبير
مقابلاتكم مع أخوان المصورين، اتاحت الفرصة للجيل القادم يتعرف على الشغلات هذه، وأشكركم جزيل الشكر حقيقة. بالعكس الله يعطيك العافية، وإحنا أيضا نشكركم، هذا واجبنا نشكركم على يعني إحنا نشوف الصورة مجرد في لحظات، لكن إحنا نعرف أن هذه أن كل صورة لها قصة وتعب، وفي إيه مش مجرد صورة. صادق نعم، لكن إحنا بعد نطالب كل محفل لابد أن تشارك فيه فكرة البيئة، ها كل محفل، مو بشرط أنه يكون مثلا معرض مشكورين معرض الكتاب، كل حتى نوعي الناس بضرورة الأهمية والمحافظة على البيئة، بس هذا المطلوب. جميل، الله يعطيك العافية الأستاذ محمد الصليطي، كل الشكر لك، استمتعت بالحديث معك أستاذ فيصل، تفضل معي. طيب خلنا نتكلم الحين عن لوحاتك، أو خلنا نتكلم قبل لا نوصل عند اللوحات، الغوص اليوم في قطر، أنت مدرب ما شاء الله. نعم، مدرب غوص ومدرب تصوير تحت الماء. مدرب غوص ومدرب تصوير تحت الماء. خلنا نتكلم عن ثقافة الغوص في قطر. طبعا اليوم الغوص بسلندرات غير عن قبل، شلون أنت تشوف يعني ممكن تصير هي هواية أكثر، شلون تشوف يعني الغوص بشكل عام، الشباب إيش كثر يعني ممكن يجونكم، هل في عدد جميل ولا؟ طبعا الغوص هو المعروف، هو الغوص من قديم، الغوص عن لولو كان، فهواية الغوص هلأ اتطورت، صارت الغوص عن طريق السلندرات، صارت أسهل بكثير عن الغوص اللي هو الغوص الحر، الغوص الفري دايف. الغوص السلندرات كثير سهل وممتع، بيخليك أنك تتأمل الحياة البحرية تحت في كل سلامة، تنزل تشوف الكائنات، تشوف التغير اللي عم يصير تحت المي، بيخلي الشباب يصير في عندها فكر أعلى في الحفاظ والعناية في البيئة المحلية اللي هن فيها. جميل، قبل أن نتكلم أستاذ فيصل عن البيئة البحرية، خلنا نتكلم عن الصورة اللي فوق. أول شيء هذه أنت مصورها أكيد، وتكلم عن تفاصيلها. الصورة هاي هي صورة قرش الحوت، طبعاً معروفة دولة قطر، هون التجمع الأكبر في العالم هو موجود في قطر، يوصل تقريباً سنوياً لحدود 600 قرش حوت، بتواجدوا في محطة بترول الشاهين. المكان تقريباً يبعد في حدود 80 كيلومتر من الشمال. تصوير، وهذا أنت كنت يعني تقريب من الحوت. تصويرها هون ما يحتاج أنك تغوص، لأنه هن بيكونوا من الأساس على سطح المي، فتنزل معها سباحة بس كافي. يعني نقول لك الحمد لله على السلامة على هالصورة. الله يسلمك، بس الكائن هذا كتير كائن لطيف، يعتبر ألطف كائن موجود في البحر هو القرش الحوت، لأنه ما بيأكل غير الكائنات الصغيرة اللي نحن ما بنشوفها في العين. أنت بالنسبة له كائن صغير يعني المفروض، ولا هو كائنات أصغر يعني؟ لا أنا بالنسبة له ما بطلع شيء، يعني هو ما شاء الله بيوصل أحجامه الصغيرة من 5 متر 6 متر، الأحجام الكبيرة بتوصل 15 متر. زين، مثل هذه الرحلات ممكن أي حد من الجمهور لو حاب إنه يغوص ويشوف تجمعات قرش الحوت أو اللي قلت اسمه، ممكن إن الناس تروح؟ في شركات الحين صارت متخصصة تطلع رحلات لهاي الأماكن، اللي هي مثل اكتشف قطر، صار في عندهم مكان لها إنك تسجل عندهم ويطالبوك وتشوف هاي الكائنات اللطيفة هناك ويرجعوا. جميل، خلينا نتكلم عن الصورة الثانية. هذه أنا الصراحة أنا أقول لك 100% فوتوشوب، يعني كيف اللمعة والألوان شلون يعني؟ هي سبحان الله الحياة البحرية في الليل تختلف عن النهار، فهي التصوير كان تصوير ليلي، تصوير طبعا في منطقة خور العديد، العمق في حدود 12 أو 13 متر في الليل، بس على ضربة الفلاش من الكاميرا عطتنا انعكاس بس الألوان اللي على السمكة. هاي السمكة سمكة الخياط، هي صغيرة بيكون عليها هاي الخيوط اللي عليها، بس تكبر بصير اسمها سمكة العظيمي، بصير حجمها أكبر وهذا كله بيوقع منها. ما شاء الله ما شاء الله، الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية أستاذ فيصل الجركز، مدرب غوص ومصور، استمتعت بالحديث معك، وأنا متأكد أن الجمهور أيضا استمتع، وهذه دعوة المشاهدين أنكم تجون تشوفون الصور، حتى المصورين راح يكونوا موجودين ويشرحون لكم، يعني الدعوة عامة للجميع، وهذا كل ما لدينا إلى الآن. نرجع للزميلة شيخة ومستمرين معكم في التغطية. زميلي إبراهيم الجفيري من أحد أركان هذا المعرض المليء فعلا والمتعدد بالثقافات والإبداعات، يعطيك ألف عافية، ولنعود لك إن شاء الله مرة أخرى مع ضيوف جدد. ولكن مشاهدينا مثل ما احنا انتقلنا مع من ضيف إبراهيم، راح ننتقل أيضا إلى ضيوفنا في استديوهاتنا المتواجدة في أرض معارض ومؤتمرات دولتنا الحبيبة قطر. اليوم معنا ضيوف مميزين، أول ضيفة معنا اليوم هي مسؤولة الورش والتدريبات، وأيضا هي كاتبة سيناريو، كتبت سيناريو التلفزيون ومسرح، يعني متعددة الهوايات والمواهب، وأيضا
هي مسؤولة الورش التدريبية. اليوم معانا الأستاذة والكاتبة مها حميد، مساك الله بالخير. هلا والله، مرحبا. ومعانا أيضا الكاتب الروائي والقصصي الأستاذ جمال فايز، وهو غني عن التعريف، له العديد من الروايات والعديد من الكتابات، مساك الله بالخير. يمسك الله بالخير، وسعيد جدا بتواجدي معكم في هذه التغطية المباشرة لمعرض الدوحة الدولي. ونحن أسعد أستاذ مها. خلينا نبتدي معك، احنا اليوم قاعد نشوف في كثير من الورش التدريبية الموجودة في هذه النسخة، نسخة 32، وهي مش غريب، النسخ السابقة كان فيها ورش تدريبية، لكن إيش اللي يميز اليوم في هذه النسخة؟ إيش يميز هذه الورش؟ نعم، السلام عليكم أول شيء، وأنا سعيدة أنه أكون معكم في الاستوديو. صراحة اللي يميز نسخة 32 هي كثرة الورش وتنوعها، والورش هي روافد من الثقافة، روافد من الثقافة. يعني المعرض الكتاب يهم يكون يلم كل المحاورين والخبراء والمهارات، فيحبون يكتسبون الثقة هذه. يعني يمكن يعني معرض الكتاب من المعارض الدولية للكل ينتظر يعني متى تحدث عشان يجوا وينضم إلى هذه الورش يعني المعتمدة في هذا المعرض من كافة الأقطار. نعم، إحنا السنة تميزنا تقريبا 50 ورشة متنوعة جدا، ما شاء الله، وكثير يعني تكلم عن التنمية، عن المهارات، وبما أنه شعار معرض الكتاب اقرأ لنرتقي، يعني متنوعة الورش في الأسرة، في التربية، في علم النفس، في مهارات، في القراءة، في الكتابة، حتى في الخط. نعم. احنا شهدنا فعلا في كثير من الفعاليات، والورش اللي قاعد نشوفها منذ يعني من الصباح الباكر وحتى يعني نهاية المعرض، يعني لين الساعة 9:30، وما شاء الله الورش شغالة. اي ما شاء الله، وبعدين عليها حضور كثير كبير ومتنوعة. صحيح، يعني احنا صحيح احنا جدولنا يعني باليوم تقريبا اذا صباح يمكن 8، مساء 8 او 7. ما شاء الله ما شاء الله. أستاذ جمال، يعني اليوم أنت بصفتك كاتب وروائي وما شاء الله عليك، يعني منذ نعومة أظفارك وأنت تكتب وتحب الكتابة، بالإضافة إلى تحريرك للعديد من المقالات الصحفية، شلون تشوف اليوم هذه النسخة؟ هل هي فعلا ملتقى للمؤلفين واللي حابين يألفون؟ صحيح، لأن أنت لو نظرتي حتى من ناحية الأرقام، يعني تقريبا اليوم الصالون الثقافي الذي يشرف عليه الملتقى القطري للمؤلفين يقدم 116 فعالية. لما تنظرين من زاوية ثانية، عدد الإصدارات الجديدة اللي تم تدشينها 80 إصدار، فهذه يوضح أولا من حيث الإقبال على الكتاب وعلى التأليف، وأيضا يعطي دلالة أنه ويدحض مقولة أنه والله مواقع التواصل الاجتماعي ألغت الورقي، وهذا غير صحيح. بدليل اليوم لو تلاحظين يعني تلفت يمين ويسار نشوف، رغم ان احنا الان يعني الان يمكن حتى في الرابع بدايه المعرض، لكن تشوفين اعداد كثيره، الكتاب والادباء ايضا اقبالهم كبير ومشاركتهم عديده، سواء من خلال المشاركه في الندوات والمحاضرات او في اصدار الكتب، وهذه يعني تعتبر من مميزات معرض الدوحه الدولي للكتاب، الذي يعتبر احد أقدم وأكبر معارض الكتاب الدولية في منطقة الخليج. طبعاً هو بدأ في سنة 1972 ب20 دار. اليوم من الأشياء الجميلة المميزة في معرض الدوحة في نسختها 32 عدد دور النشر المشاركة التي تجاوزت عتبة 500 دار نشر، بجانب أن احنا اليوم أيضاً نشرف بأن المملكة العربية السعودية الشقيقة هي ضيف شرف. في تنوع اليوم في معرض الدوحه بشكل ان الشخص اللي يدخل ما وده يطلع، لانه في تنوع سواء على مستوى الورش، على مستوى الندوات، على مستوى ساحه الاطفال، والعديد من البرامج والانشطه المختلفه. جميل جدا، وهذا فعلا احنا لاحظناه استاذ جمال، يعني في تنوع فعلا في المعروضات، وبالذات للمؤلفين القطريين والشباب منهم. نعم. ونحيي طبعا فعلا الملتقى القطري للمؤلفين اللي قاعد فعلا اليوم يدشن هذه الكتب وهذه المؤلفات. ولكن استاذة مها، هناك فرق بين قاعة المعرفة وقاعة الفكر، فتكلمينا عن هذا الموضوع. طبعا احنا عندنا قاعتين، قاعة المعرفة وقاعة الفكر. القاعتين هي كلها يعني فل،
اي ما شاء الله. هو الهدف من الورش هو اكتساب المهارات من ذو الخبره. يعني كثير دكاتره معانا، كثير روائيين، كثير اساتذه، يعني ما اقدر 50 ورشه يعني متنوعه وما شاء الله. يعني هالسنه صراحه عليها اقبال غير طبيعي. يعني ما في، احنا القاعه كلها تقريبا 30 كرسي، يعني بتنترس القاعه ما شاء الله. اي والله، وحتى الله. يعني بعض الاحيان تكون الندوه المحاضره يعني شغاله والعالم تكون واقفه برا، ما في مكان، ما يقدرون يدشون اذا في تصوير او اذا في شيء. ما شاء الله. احنا مستمرين معاكم ومع مشاهدينا، ولكن راح نطلع هذا الفاصل ولا نعوده. أرض الثقافة والفنون، أرض دولتنا الحبيبة الغالية قطر، لازلنا مستمرين معاكم من هذا النقل المباشر من معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته 32، وضيوفنا اليوم الأستاذة مها حميد والأستاذ جمال فايز. أستاذ جمال، اليوم كان ضيف الشرف لمعرض الدوحة الدولي هو المملكة العربية السعودية، فتكلمنا عن يعني اليوم لما معرض مثل معرض الدوحة يستضيف دولة عربية ودولة مجاورة بكم الثقافة والمعرفة التي تملكها المملكة العربية السعودية، ماذا يعني هذا لكافة المنطقة العربية؟ هذا يعني الكثير، أقل الاقتراب من الآخر. وعندما نتحدث عن المملكة العربية السعودية الشقيقة، نحن نتحدث عن وطن يمتلك إرثا حضاريا وتاريخيا. لا تنسين السعودية الله حباها بكثير من النعم، سواء من حيث الموقع الجغرافي، من حيث الجانب الديني. وكان شيء رائع وجميل أن الجمهور معرض الدوحة الدولي للكتاب يقترب أكثر. وأنا شرفت يوم أمس بإدارة ندوة على المسرح الرئيسي بعنوان السجل الحضاري للمملكة العربية السعودية، شواهد جديدة من الآثار، وقدمها الدكتور عبد الله الزهراني مدير عام الإدارة العامة للآثار في هيئة التراث بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. قدم معلومات منوعة وكثيرة. يكفي أن تعرفين في جانب الآثار، وإحنا نتحدث في الآثار، السعودية تمتلك حتى الآن 8218 موقعا أثريا ما شاء الله. في التراث على سبيل المثال هناك 21 موقع تراثي، منها 6 مسجلة في موقع في اليونسكو وأخرى في طريقها. الأخوة أيضا من خلال الجناح قدموا لنا أيضا الأشياء كثيرة، إحنا يمكن أحيانا تكون يمكن يعني مخفية عنا أو بعضها ظاهر لنا. عندما يقترب الآخر ويقدم ما لديه، إحنا الحقيقة يكون تعرفنا على الآخر بما يملكه من إرث ثقافي وحضاري. المملكة العربية السعودية الحقيقة بما لديها وبما قدمت اليوم ادهشتنا بهذا التنوع، بهذا التميز، بهذا الاستثناء الذي يعني أنا أقولها بكل ثقة واقتدار، السعودية بلد استثنائي في كل شيء، في الجانب الحضاري، في الجانب التاريخي، في الموقع الجغرافي، في الجانب الديني، في كثير من الأشياء. والأهم من هذا وذاك
طبعا هم بدأوا بعملية الآثار على سبيل المثال في التنقيب من خلال أرامكو 1932، لكن أنا يقيني ويمكن أكد هذا الجانب الدكتور عبد الله الزهراني يوم أمس، نظرا للمساحة الشاسعة للمملكة العربية السعودية الشقيقة وإطلالاتها أيضا أنها على أكثر من بحر، يقيننا أن أيضا أن الأرض يعني تحضن الكثير من الكنوز والآثار التي يعني هم في الطريق للإكتشاف عنها. يكفي أن تعرفين تقريبا يعني الأخوة في المملكة العربية السعودية أمس أشار تم استرجاع حتى الآن 54,000 قطعة أثرية. جميل. أنا قاعد أتكلم عن أرقام فلكية. جميل. فهذه الأرقام حقيقة أرقام يعني مهمة جدا، ليس فقط للدارسين أو الباحثين أو المهتمين، أما حتى لكن حتى للإنسان العادي أن يتعرف. وما أحوجنا اليوم إحنا أن نتعرف على بعضنا ونقدم ما لدينا من هذا الأرض. طبعا أنا هنا أيضا لو تسمحي لي أود أن أتوجه للتحية والشكر والتقدير لإدارة معرض الدوحة الدولي للكتاب، اختيارهم المملكة العربية السعودية وفعلا كان اختيار جميل. طبعا معرض الدوحة بدأ بعملية ضيف الشرف من عام 2010، وإحنا الحقيقة في كل معرض عندما تكون هناك في دولة ما تكون هي ضيف الشرف نكتشف أبعاد أخرى أحيانا تكون يعني غايبة عنا أو ليس لدينا، خاصة أن السعوديين أيضا أمس وهذا يجب أن تذكر أن قدموا الجديد. يعني حتى محاضرة أمس فقط الآثار الجديدة، فما بالك بما هو قبل. لا الحقيقة يعني إحنا مكسب من مكاسب وإيجابيات معرض الدوحة في نسخته 32 أننا وجدنا أنفسنا أمام كنز ثقافي ومعرفي لبلد عزيز وغالي علينا جميعا. نعم. ألا وهي المملكة العربية السعودية. نعم السعودية. يعني وأنا يعني أشيد ويعني أضيف على الكلام اللي قلته يعني أستاذ جمال، يعني يمكن أنا يعني كنت في نقل مباشر وحي من معرض الرياض في المملكة العربية السعودية في شهر 12 أثناء يعني المونديال في دولة قطر، كان فعلا هناك مجموعة كبيرة من دور النشر السعودية أضعاف مضاعفة وآلاف مؤلفة من الإرث السعودي فعلا المتواجد في هذا الكتاب. راح نرجع أيضا للكاتبة حتى على مستوى بما أن احنا في الكتاب. نعم. يعني من الباب الشيء يذكر بما أن احنا في معرض الكتاب، السعوديين حتى على مستوى الإبداع الثقافي أو الروائي في الأدب صحيح. الرواية القصة القصيرة جدا. نعم. السينما الآن يعني هم الحقيقة متقدمين. نعم. بشكل بارز وبشكل ملموس وبشكل ملفت للنظر. نعم. نتمنى لهم المزيد من التقدم والتميز. أكيد. وأيضا أضيف أيضا من الناحية التربوية أيضا والتعليمية، إحنا نتمنى أن الكل اليوم قاعد يشوفونا مشاهدينا تيون تزورون المعرض بالذات من الناحية التعليمية والأدوات التعليمية اللي ممكن نستخدمها إحنا لطلابنا. لكن راح نرجع أيضا حق ضيفتنا مها حميد، أنت عندك اليوم رواية وجهان للثمرة. للثمرة وجهان للثمرة، فتكلميني عن هذه الرواية. وجهان للثمرة رواية اجتماعية عن قصة حقيقية. هي بالأصل كانت مسلسل ولظروف شاءت فصارت رواية. صارت رواية. أنت كاتبة سيناريست وأيضا كاتبة مسرحية وتلفزيونية. نعم. فاليوم أنت يعني ككاتبة إيش الإضافة اللي قاعد تضيفينها اليوم حق القارئ من خلال إنتاج مثل هذه الروايات؟ يعني صراحة شوفي كل كاتب عنده رسالة أو مسج يبي يوصله حق القارئ إن كان صغير أو كبير. يعني وجهان للثمرة هي اجتماعية، قلت لك قصة حقيقية إنسانية بحتة، ففيها مسج وايد حلو. الثمران للوجه هي تعني يعني الثمرة أول ما تنضج بتكون خضرة بعدين بتستوي، بس أنا ما جايبتها عن يعني هي أتكلم عنها عن الإنسان عن الشخص نفسه، أنه عنده يمكن وجهين أو مثلا مثل ما نقول أخوان اثنين واحد يختلف عن الثاني. فالاسم اسم الثمران للوجهة هو النقيض. نعم. إيه؟ أنا بأخذ هذه الرواية وتهدينها لي طبعا، ما راح أعطي حق لا المنتج ولا المخرج، راح أخذها لي أنا إن شاء الله. إيه؟ وراح أقرأها وأعطيك. هي قصة إنسانية بحتة. صحيح. نعم. يعطيك ألف عافية. كلمة أخيرة حابين توجهونها يعني ضيوف الكرام يعني أستاذ جمال توجهها لكل من شاهدنا اليوم أنت والأستاذة مها. نعم. يعني أنا الحقيقة بداية اسمحي لي أن أوجه التحية إلى من يستحق هذه التحية ألا وهي وزارة الثقافة، جميع الوزارات المؤسسات، أيضا
الجديد اللي اليوم تحفلنا به الأدباء والكتاب، احنا نتحدث عن 80 تدشين كتاب جديد، يعني لو الواحد حب يعني يقرأ يمكن تنتهي السنة وما يستطيع أن ينهيها. كان هناك في تحدي، هذه أيضا أحب أشير لها، قضية الوقت. يمكن هذه أول مرة يقام معرض الدوحة الدولي للكتاب في الصيف، جرة العادة يكون في بداية يناير. وقبل 3 شهور كان عندنا معرض رمضان للكتاب في نسخة الثانية اللي يقيم في منطقة أم صلال التاريخية. فكان المتوقع يعني في الملاحظة يعني الجس النبض الأولي أن صيف والناس بتسافر ويمكن ذي. بس اليوم لو أنت يعني من خلال الكاميرا، عدسة الكاميرا من خلال إحنا اطلعنا وإحنا اليوم في بداية النهار، ما شاء الله هذا الإقبال، هذا الكم الكبير من عدد دور النشر، أكثر من 500 تحديدا 505 ما بين مكتبة ودار نشر، في أرقام جديدة قاعد تتحقق. طبعا هذا الجهد الكبير احنا ودنا نقول لكل القائمين على هذا المعرض شكرا لكم، ما قصرتوا، بيضتوا الوي. وفعلا انا من وجهه نظري متواضعه ان الدوحه اليوم تعيش موجات ثقافيه. يعني بالامس القريب جدا كان مهرجان الدوحه المسرحي، فاحنا السنه هذه اصبحنا كل يوم الثاني نشوف هناك نشاط ثقافي نوعي مميز وعلى افضل مستوى. طبعا هذه شيء جميل. طبعا انا بعد اضيف على كلام الاستاذ جمال انه هذه النسخه نسخه مميزه استثنائيه. لانه تحدي صراحه تحدي، يعني احنا سعيدين ووزاره الثقافه مشكوره على كل شيء. يعني الحمد لله انه نزلت نسخه 32 وصار فيها، يعني يمكن انت ملاحظه المعرض اكبر من كل المعارض اللي صارت من قبل. صحيح، وهذه ارهاصات طبعا حق دوله قطر لما حدث من المونديال وبعد ذلك مهرجان السينما وغيرها من المهرجانات اللي راح نشهد ايضا المزيد والمزيد من الثقافه والفن والابداع. استاذه مها حميد الكاتبه والمؤلفه المسرحيه والتلفزيونيه، والاستاذ جمال فايز ايضا الكاتب والقاصر الروائي، يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم تواجدكم اليوم معنا. مشاهدينا مثل ما شفنا الثقافة والفن موجود في كل مكان، في الكتاب، في اللوحات، في الموسيقى، في الطبخ. راح نروح حق زميلنا إبراهيم الجفيري ونشوفه هو موجود في أي فعالية من الفعاليات ومن هم ضيوفه. مساك الله بالخير إبراهيم. نعم الزميلة شيخ المناعي وضيوفك الكرام وكل من يشاهد شاشة تلفزيون قطر، نمسي عليكم من جديد وللمرة الثانية من زاوية أخرى، نطلع لكم من قلب المعرض. ولكن اليوم عندنا مكتبة عكاظ راح نتكلم عنها، ومعنا أيضا شخصية مميزة الدكتور علي شداد القحطاني، باحث تاريخي وأديب. الله يعطيك العافية دكتور. لكن قبل أن نتكلم عن الدكتور والكاتب، خلينا نتكلم ونعطي نبذة عن مكتبة عكاظ. الله يحييكم وانا ارحب فيكم تلفزيون قطر والقائمين عليه، ونحن بحاجه الى مثل هذه الاضاءات اللي تلقى الضوء على مثل هذه الامور. طبعا مكتبه عكاظ انشئت قبل قرابه 3 عقود مضت، وهي زيها زي المكاتب يعني، لكن انما اهتمامها ينصب في الجانب التاريخي ويسبقه الجانب الديني طبعا والموروث الشعبي. جميل، الله يعطيك العافية دكتور. خلنا نتكلم ونعطي الجمهور نبذة عن الدكتور علي شداد القحطاني. طبعا الدكتور علي شداد القحطاني يحمل شهادة دكتوراه في التاريخ وعلم الأنساب، وكذلك لي اهتمام وله اهتمام كذلك في الجانب الأدبي، فأنا شاعر ولكن شاعر له خط معين. الله يعطيك العافية دكتور. خلينا نتكلم عن مشاركتكم في المعرض، شنو ردود الفعل، شلون شفتوا المشاركة؟ والله المشاركة جميلة والمعروض أجمل هذه المرة، أن لمحنا أو لاحظنا جانب جيد من العناوين المهمة عند كثير من دور العلم، وهذا هو اللي يجب أن يحصل من شان الارتقاء بذائقة المتلقي. جميل، الله يعطيك العافيه دكتور. انا متحمس واكيد ان الجمهور ايضا متحمسين عشان نشوف جوله سريعه بالنسبه حق الكتب اللي كاتبها، وندخل شوي في تفاصيل اكثر عنها. طبعا هذه الطاوله ما نقول المستديره الشهيه الى حد ما للمعروض فيها، وكذلك الاهتمام مثل ما اسلفنا ينصب في الجانب التاريخي والجانب الموروث الشعبي والأدبي، ولكن اهتمامنا أقوى
ومركز عليه موروث البادية. جميل دكتور، المراجع من وين مصدرك؟ المراجع بحوثك من وين؟ شلون كيف تثبتها في الكتب؟ والله المراجع يجب أن تكون موثوقة، موثوقة هو متعددة، ولكن هي تأخذ محورين، المحور المكتوب وانتفاء وجوده المكتوب، فنحن ننشي من خلال الرواه الثقات. جميل، ممكن تسلط الضوء على كتاب من الكتب الموجودة ونشوف يعني مثلا عن إيش راح يتكلم؟ أنت اختار أي كتاب تفضله أن تسلط الضوء عليه. طبعا هذا الكتاب من تراثنا الشعبي القطري. هذا الكتاب طبعا ينقسم إلى قسمين، اللي هو الموروث الشعبي البري ولا البادية، والموروث البحري. فأهل قطر طبعا في الصيف ينزلون في الغالب البحر، أما في الشتاء والمرابيع فهم عند حلالهم وعند بشهم وفي البادية من لأجل رعاية هذه الأمور. وهو كتاب ثري بالموروث والآداب وما تركه أجيالنا وأهلنا الأولين. الله يعطيك العافية دكتور، ما شاء الله نشوف عدد كبير من الكتب اليوم. دكتور كيف ممكن ننصح الجيل الجديد على بالنسبة حق البحث العلمي والبحث التاريخي والبحث؟ يعني للأمانة احنا قاعدين نشوف، يعني انت دكتور عملة نادرة لازم نحافظ عليك، فاحنا شلون ممكن دكتور يعني ممكن نحبب عيالنا في هذا المجال وهذا الاهتمام؟ المفترض التوجه الى هذا الخط، وإنما الناس هالحين مثل ما نقول دائما في عجة مع السوشيال ميديا، فهم مشغولين هالحين، ولكن لابد من البحث في كيفية البدايل وكيفية تطعيم هذه الأشياء بدل الاهتمام وصب الاهتمام على هذه العناصر وحدها، إنما نفكر تفكير، وهذا يجيبونه المفكرين والرواه وأصحاب العراء المستنيرة، فهم إذا فتح لهم المجال سوف يجدون البدائل للاهتمام بهذا الجيل، وهذا الجيل وضع صعب. الله يعطيك العافية دكتور، أنا استمتعت بالحديث معك، ولكن أبي منك كلمة أخيرة للجمهور، دعوة كلمة أخيرة اللي ودك، هذه الكاميرا عندك وعندك رسالة. طبعا حنا نرحب بالجمهور وندعوهم إلى زيارة المعرض والاهتمام في دور النشر واقتناء الكتب التي تلامس الجانب الثقافي واستشراف المستقبل، فهذا أهم حاجة في الأمر. دكتور علي شداد القحطاني الله يعطيك العافية، ما قصرت، استمتعت بالحديث معك، وأنا متأكد أن أيضا الجمهور استمتع، مشاهدينا مثل ما قال لكم الدكتور تعالوا زوروا المعرض وزوروا مكتبة عكاظ بالتحديد، وتغطيتنا إن شاء الله راح تكون مستمرة. ولكن خلونا نرجع إلى الزميلة شيخة. زميلي إبراهيم الجفيري يعطيك ألف عافية على هذا النقل الحي والمباشر، وإحنا متابعينك معنا ما شاء الله. إبراهيم يعني مضطر أنه يلف في كل زاوية من زوايا المعرض عشان نعرض لكم إحنا إيش الأشياء المميزة في هذا المعرض. يقول لكم تعالوا حياكم الله من الصبح في كل الأيام من الساعة 9 إلى الساعة 10، ويوم الجمعة اللي هو راح يكون بكرة إن شاء الله راح يفتح المعرض من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 10 مساء، ولنا عودة في استديوهاتنا من داخل هذا المعرض. اليوم ضيوفنا أيضا ضيوف مميزين من كل ناحية وزاوية في هذا المعرض. معنا اليوم كاتبة رصدت لكل الإنجازات القطرية طوال فترة من 2013 وحتى الآن، إنجازات سمو الأمير، إنجازات هذه الدولة الغالية على قلوبنا، السيدة موزة آل إسحاق، هي كاتبة وعندها إصدار لهذه الإنجازات القطرية. مساك الله بالخير أستاذة. أهلا وسهلا فيك يا أخت شيخة. وأيضا مثل ما قلنا في بداية حلقتنا اليوم، الثقافة ليست كلمات مسطرة في رواية أو كتاب نقرأ، ولكن الثقافة هي ثقافة أكل وثقافة رسم وثقافة فن. فاليوم يسعدنا أن نستضيف أيضا السيد حمد الهاجري، شيف قطري وكان من أوائل الناس اللي فعلا مارسوا هذه المهنة من خلال يعني الطبخ الحي في هذا المعرض. مسي عليك بالخير. الله يمسيك بالخير ومسي عليك ومسي على الضيوف
وشكرا على الاستضافه الجميله هاي. شكرا لك. في البدايه استاذه موزه، يعني تكلمينا اليوم عن مشاركتك في هذا المعرض في نسخته 32، شو اللي يميز هذه النسخه بالنسبه لكاتبه مثلك؟ بدايه نشكركم على الدعوه الكريمه وعلى تغطياتكم الثقافيه المميزه لمعرض الدوحه الدولي للكتاب رقم 32. وبالقراءه نرتقي، وبالفعل احنا اليوم نرتقي، ومش أي رقي، نرتقي مع تدشين كتابي من خلال الصالون الثقافي لوزارة الثقافة الأمير والإنجازات القطرية، وهي سلسلة من مقالاتي زاوية إبداعات تم رصد فيها كل المقالات الخطابات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من 2013 حتى وقتنا الحالي، وهي تعد تقريبا 44 مقال خطابات كانت على الصعيد القطري وعلى الصعيد الدولي. نعم، جميل جدا. هذه يعني الانجازات، يعني ان انت تجمعينها ككاتبه اليوم من خلال يعني مقالاتك اللي انت نشرتيها من خلال خطابات سمو الامير يعدي، طبعا ركيزه اساسيه وارث يعني الكل المفروض انه يطلع عليه. انا راح بس لو ياخذ المخرج صوره لهذا الكتاب، حتى غلاف يعني الكتاب كان مميز وفعلا يدل على محتواه اللي فعلا هو غني جدا بهذه الانجازات لهذه الدوله الصغيره في حجمها ولكن الكبيره يعني اعمالها وبكل ما هو موجود على هذه الارض. شيف حمد، احنا تكلمنا من شوي قلنا ان الارث الثقافي هو ايضا من خلال الاطعمه. اليوم انت كشيف واول مره تشارك في المعرض من خلال الطبخ الحي، ايش يعني لك انك انت اليوم شيف قطري في مقتبل ما شاء الله العمر وقاعد تشارك بالطبخ الحي امام جمهور؟ والله الصراحه للامانه انا اشكر المعرض اللي هو لاول مره هم اصلا يحطون الحي الطبخ الحي في معرض الكتاب. نعم. هو يعتبر اصلا اكبر معرض اصلا يكون موجود. طبعا انا بصعيدي الشخصي انا يعني شاركت في كذا معرض قبل، لكن مش في ضخامه المعرض. نعم. صراحه انا اشوف انه فعلا نفس ما تفضلتي في بدايه الكلام انه فعلا هي ثقافه اصلا وتعليم، يعني احنا لما نقعد مش نراوي الناس احنا نطبخ، احنا قاعدين نعلم الناس شلون يطبخون. فحتى من اول كلاس انا لما قعدت في ناس مش قطريين موجودين يبون يعرفون ايش الطبخه هذه او ايش اللي قاعد يسوي وشلون تبدا، وكانوا يشوفونها هي كانت صعبه وهي اصلا اسهل ما يمكن. يعني انت اعطيتهم الطابع الهويه القطريه. طب نعم. نعم. فطبعا انا كان عندي 3 ايام وعندي بكره ان شاء الله وعندي الاسبوع الجاي بعد في نحاول ان احنا نعرض الطبخ القطري للناس ويشوفون شلون يشوفون ويدقون ولا بس يشوفون؟ لا ويدقون، انا قاعد اشتغل عدل واخذ التيست شلون يا جماعه شلون الطعم اذا اوكي ولا مو اوكي ولا شيء. ففي ناس يستفيدون، فنفس ما ناس تستفيد في جميع الاصعده والكتب والامور هاي كلها بعد قاعد تستفيد من الطبخ اللي احنا قاعدين نسويه. نعم، يعني فعلا مثل ما قلت انت الطبخ هو عباره عن ثقافه شعوب، ومن خلال اكل هذه الشعوب احنا نعرف ثقافتهم ونعرف شلون هم يعني حابين يعني يميزون اكلاتهم. استاذ موزه، يعني اليوم انت دشنتي هذا الكتاب في هذا المعرض، دشنتي من قبل مسبقا ولكن كان لك توقيع واكيد شفتي الجماهير، فشلون تشوفين اليوم اقبال الجمهور القطري وايضا الجاليات العربيه وغير العربيه على مثل هذه المعارض؟ انا بشوف والله كل سنه تختلف فيها رفع مستوى الوعي الثقافي لكل الفئات، ما راح نقدر نقول لشريحه معينه، ولكن الفئه الشبابيه اشوفها بدرجه عاليه في المعرض هاي العام، وهي دليل على التنوع الكبير اللي موجود في المعرض وبيناسب كافة الأعمار وبيناسب كافة المجالات وبالدليل الحضور الجميل اللي احنا شايفينه اليوم. نعم، جميل جدا، يعني فعلا احنا قاعد نشوف الحضور فعلا كبير جدا وبالذات من فئة الشباب والأطفال. احنا ما ننسى ان اليوم للأطفال هم جزء كبير جدا من هذا المعرض من خلال واحد الأطفال وأيضا دور النشر الموجودة اليوم وتحوي العديد من الكتب والقصص الخاصة بالأطفال وأيضا الألعاب التعليمية. شيف حمد، يعني اليوم انت لما شاركت في هذا المعرض، هل انت اللي اخترت الاكلات اللي راح تطبخها
بحيث انك تبرز الهويه القطريه، ولا كان للجنه المشرفه على هذا المعرض هي الاحقيه في اختيار هذه الاكلات؟ طبعا بدايه ايضا اشكر اللي هم الكوكينج اكاديمي، اكاديميه الطبخ، يمكن هي الاكاديميه الوحيده في قطر ومشروع قطري 100%، هم اللي يكلمون دائما الشيفين القطريين اللي موجودين ويدعمونهم. نعم. ويحاولونهم يبرزونهم باي طريقه ما. ما بالنسبة للسؤال، طبعا يعطوك الحرية الشخصية كاملة اللي تبي، شنو اللي أنت تبي تسوي. ففعليا أنا اخترت طبعا، مثلا أمس كانت أول مرة خذيت كبسة اللحم مثلا، وهي أهم وجبة طبعا عندها القطر، ومكرونات الطيبين قبل طبعا بعد من أهم الوجبات. بس ثالث يوم حاولت أني بسوي إن شاء الله شيء بين العالمي وبين القطري، حركة حلوة طبعا تسمها الشو تريبس او الاضلاع البقر هذه يسمونها. نعم. فلا بالعكس احنا معطين الحريه الشخصيه ان احنا نحط، ولكن الهدف للامانه، واذا ما دام ان احنا في معرض الكتاب ومعرض دولي، حبيت ان اغلبيه الوجبات اللي نطبخها تكون بالهويه القطريه والطبخ القطري، عشان العالم كلها تشوف. نعم. ايش هو الطبخ القطري. نعم. هالنسبه العام. نعم. نعم جميل جدا. يعني مثل ما قلنا احنا ان الطبخ هو فن وايضا ذائقه، يمكن اللي ما يستسيق المجبوس يمكن يستسيق مكرونة الطيبين او يستسيق حتى غيرها من الطبخات اللي راح تعرضها انت، وايضا بقيه يعني الناس او الشيفات اللي هم راح يشاركونك ايضا. انا اعتبرها ثقافه وعادات وتقاليد وفن. أكيد حتى العادات والتقاليد بعد نعرضها للناس بعد. في. نعم. اكبر الطهاه اللي هم مشاركين في هذا الطبخ الحين. نعم. طبعا نوجه لهم الف تحيه. استاذ موزه، يعني في كتابك هذا كان في اكثر من 44 مقاله اذا ما يعني خابتني الذاكره، على مدار 13 عام. شلون انت كانت يعني مهمه صعبه ترى جدا ان انت تجمعين كل مقالاتك تحطينها في كتاب، جمعيها في كتاب واحد، فتكلمينا عن التحديات او الصعوبات اللي واجهتك في اثناء جمع هذه المقالات. هي طبعا الفكره اللي كانت واجهتني بالنسبه لجمع المقالات، وخاصه انا متكلمه من خلال عمودي في قضايا مختلفه، ثقافيه، شبابيه، مجتمعيه، سياسيه، رياضيه، بحكم ان العمود مرتبط بالحدث، اقوى حدث، فكانت بالفعل كانت من على مدار عام سابق تقريبا، وبناء على ضغط المتابعين لي بضروره ان انا أرصد المقالات اللي نزلت، وخاصة أن هي تعزز القيم الثقافية والأخلاقية والاجتماعية اللي كان بيتبعها حضرة صاحب السمو في كل خطاباته. فكانت الفكرة أن أنا شلون أطرح هذه الفكرة، شلون تكون عملية تقسيم المقالات، وخاصة أن كانت الفكرة كانت في البداية أن أنا بضع كل المقالات في كتاب واحد، فتفاجأت أن أنا كان عندي زخم كبير جداً، فبدأت الفكرة تتولد لي من قبل عام أن أنا أقسم هذه المقالات، وحبيت أن أنا تكون السلسلة الأولى لي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم أمير البلاد المفدى، أن أنا أرصد هذه كل الخطابات، سواء كانت خطابات على الصعيد القطري أو على الصعيد الدولي. فالفكرة كانت مبادرة من تقريبا قبل سنة تقريبا. يعني جميل جدا. والشيف حمد، ما عندك مثلا خطوة أنك تفكر أنك تسوي بكرة كتاب خاص في الطبخ؟ أول شيء أنا أبي أبدأ بدورات، يعني حالياً إن شاء الله بأسبوع أو أسبوعين إن شاء الله راح أبدأ بالدورات، ومن الدورات إن شاء الله راح نبدأ في الكتب، ليش لا؟ أكيد يعني هذا شيء مهم بالنسبة لي، إن نعرض هذا الموضوع سواء بالصوت والصورة أو بالقراءة طبعاً. جميل جداً. طبعاً إحنا شاكرين لكم يعني تلبيتكم لدعوتنا اليوم واستقبالكم في معرض الدوحة الدولي للكتاب، الأستاذة موزة آل إسحاق كاتبة والأستاذ حمد الهاجري شيف، يعطيكم ألف عافية وشكرين لكم تواجدكم. شكرا. مشاهدين يعني من كل بستان زهرة، أخذناكم في جولة سريعة جدا من خلال ما هو متواجد اليوم في هذا المعرض، من ورش، من ثقافة، من فن، من رسم، من موسيقى، من حتى واحة خاصة بتعليم الأطفال، وأيضا شغل وقت فراغهم. راح نروح أيضا لزميلنا إبراهيم الجفيري، لكن قبل لا نروح حق إبراهيم الجفيري راح نروح لهذه الفقرة ولا نعود. طبعا هذه مشاركتي الثالثه لمعرض الكتاب، ومشاركاتي اغلبيتها تتعلق بموضوع الكرتون وشلون ترسم طريقه كرتونيه محببه للاطفال،
بحكم ان المعرض فيه ما شاء الله العديد الكثير من الكتب القصص الاطفال ورسوم الاطفال تجذب، يعني اذا رسمت موضوع معين بطريقه كرتونيه تكون محببه حق الاطفال. فهذه كانت مشاركتي، وهاي طبعا اللوح اللي شاركت فيها هي مجموعه لوح تحكي كل لوحه لها قصه معينه وتتكلم عن موضوع معين، فيها نوصل رساله حق الطفل، اهميه القراءه واهميه ان الواحد يهتم في موضوع الكتاب بشكل عام. يعني الحمد لله السنة نفس كل سنة، طبعا وزارة الثقافة مشكورين دعمهم المباشر للفنانين سواء القاطرين أو المقيمين على معرض الكتاب، ولنا جزء منه كبير أكيد. لو بنتكلم عن اللوحة شوي طلعت بطريقة مغايرة شوي عن المألوف، هي عبارة عن الرسم في كتب. هذه مستوحاة شوي من معرض الكتاب وتقديمها بطريقة مختلفة شوي خارجة عن الصندوق. الرسمة هذه فيها أفكار كثيرة، وأنا أترك الجزء الكبير للمتلقي كيف يفكر. أنا وايد مستانسة فخورة أني شاركت بمعرض الكتاب وعلقت لوحي مع كبار الفنانين. أنا وايد أحب الطبيعة خاصة الزهور، واللوحة الواحدة تأخذ لي يمكن أسبوعين أو ثلاث، وأنا لونت هاللوح بألوان الأكريليك. وأتمنى أن تزورون المعرض وتشوفون اللوحة الفنية. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا ونحييكم من معرض الدوحة الدولي للكتاب نسخة 32، ومن زاوية إلى زاوية، وإحنا حاليا في قلب المعرض وراح نختار لكم دار نشر جدا مميزة، مشاركة أخواننا من الكويت دار سما للنشر والتوزيع. معنا طبعا الحديث أكثر عن دار النشر يوسف، الأستاذ يوسف العيسى مدير عام دار سما للنشر والتوزيع. نرحب فيك ونمسي عليك بالخير. مساكم الله بالنور والسرور، حياكم الله. أنا أخوكم يوسف العيسى مدير عام دار سما للنشر والتوزيع. دار سما اللي يصلح مكانها في كل بيت وكل باحث ومتذوق عن الأدب والكتب المميزة. دار سما لله الحمد دوما نحرص على المشاركة في معرض قطر، معرض المتميز اللي كل سنة يتحفك بأشياء جديدة. دار سما التنوع بالطرح والمواد اللي نقدمها حق متابعينا. كل الشكر طبعا. انا احب اختصر عليكم، اعرف وقتكم ضيق. الله يعطيك العافيه. نعطي القائمين على اداره المعرض هي دعوه عبر شاشتكم الكريمه لزيارتنا، متواجدين خلال الفعاليات هذه. جميل. استاذ يوسف، خلينا نتكلم اليوم عن مشاركتكم في المعرض، نشوف ردود الفعل الزوار، ايش رايك؟ ردود الفعل لله الحمد، يعني قلت لك من المعارض اللي احنا نحرص دوما على المشاركه فيها، ونحاول نقدم دوما ما يرضي ذائقه المتابعين والقراء. جميل. خلينا نتكلم اكثر عن دار سما، هل لكم لون معين لدعم الكتب يعني، او مثلا شيء معين، ولا بشكل عام كل شيء؟ دار سما اخذت على عاتقها طبعا التنوع في الطرح. اليوم في عندنا التنميه، تطوير الذات، الايجابيه، قسم للروايه بشقيها الاجتماعي والرعب والخيال، فهذا البيئه اللي فيها التنوع. جميل. احنا ممكن اذا تسمح لنا ندخل البوث عندكم ونشوف. طبعا مشاهدينا مثل ما انتم شايفين البوث يعني جدا مميز، غير عن اغلب البوثات، البوث كبير يعني ما شاء الله، الله يعطيهم العافيه، اكيد انهم يستحقون هذا الحجم. احنا نقول قراءنا مميزين، ف
دوما نحب نطلع بأبهى صورة. أنا دائما يسألوني إن ليش هالموضوع هذا. بالنسبة لنا الكتاب شيء مميز. عادة البراندات اللي يحاب يقدم شيء لازم يطلع بالصورة هذه، وإحنا إن شاء الله إن الصورة هذه ترتقي أو ترضي ذائقة المتابعين. جميل. أستاذ يوسف، أنت بعد ذكرت لنا معكم كاتب مميز الأستاذ مبارك حبيب، إذا ممكن. مبارك حبيب نعم ناشط ومحفز بالإيجابية، طبعا صدف تواجدكم اليوم مع وصوله من الكويت، فتفضل معنا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا هلا مرحبا. الله يعطيك العافية. شلون الرحلة كانت؟ الله يعافيك، جميلة وقطر أجمل، وقطر اللي لها الإنسان المتعب راح يرتاح فيها. الله يعطيك العافية. طبعا الأستاذ الكاتب ومحفز مبارك حبيب، نعطي نبذة سريعة عنك بعدها نتكلم عن الكتب. حلو. أنا كاتب متخصص في الإيجابية والتحفيز، مؤمن أن الكلمة ترمم الإنسان، مؤمن أن ساعات الإنسان لما يكون محتاج إلى الكلمة راح يتحول إلى شخص قوي. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وإليه يصعد الكلم الطيب. كنت أكتب رواية في البداية، بعد ذلك وجدت الأثر الكبير في التحفيز، لذلك اتجهت للتحفيز. عندي 6 إصدارات اللي هي لا تنكسر، ويمكن خيرة، وفطمأن قلبي، ولن تعيش مرتين، وتعلم تعشق القمة، وآخر واحد اللي هو هانت. هانت فكرته أقول إحنا مخلوقين عشان واحد يقول للثاني هانت، واللي جاي بكرة خير ومطر وسيل. فحتى الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول هو علي هين لما يقرنها بالمعجزات. فإذا كنت أنت ربك هو على كل شيء قدير، فبالتالي ما في شيء في الحياة مستحيل. جميل. الله يعطيك العافية، ما شاء الله كلام حلو وكلام طيب. إذا ممكن في عندك كتاب موجود نسلط الضوء عليه؟ كتبي الحين أي ممكن أي واحد سريع إذا ممكن. يعني مشاهدينا نشوف الكتاب يبدعون، وكل كاتب له لون وطريقة مختلفة عن الآخر، وكل كاتب يتميز عن الثاني، والقراء أيضا مهم إن الواحد يختار اللون اللي هو يحبه. الله يفضل. هذا الكتاب لا تنكسر خليت فيه مبدأ وعبارة أقول الحلم اللي ما تحقق عاقبة بحلم أكبر. ودائما أنا أحب الانتقام الشرعي، انتقم لأيامك ولأحلامك وحقق أعلى مستويات في حياتك. مثلا كتاب يمكن خيرة أقول يمكن الله استجاب بس قاعد يهيئ لك الأسباب، يمكن حلمك نجمة بس الله يبي لك قمر، يمكن الله يبيك تحزن كم يوم عشان تفرح كم سنة، يمكن خيرة. هي أكيد خيرة مش يمكن، ولكن سؤال. هانت أقول إحنا مخلوقين عشان واحد يقول للثاني هانت وزانت وبكرة أجمل واللي جاي خير ومطر وسيل. دائما كلمة خيرة هي ثقافة الصراحة، لما الواحد أي شيء ممكن يصير معه إن كان إيجابي أو سلبي لما يقول خيرة ويؤمن بالكلمة إن خيرة، فأكيد إن هذه شيء يعني الحياة عنده بتكون وايد أسهل. هي كلمة لها مفعول رهيب، هي كلمة فيها إيمان، فيها طبطبة، تهدأ النفس بعد ما تضيق. فعلا يمكن خيرة اللي قاعد يصير معي، فبالتالي تطمن أرواح هذا الكلمة. الله يعطيك العافية الكاتب والمحفز مبارك الحبيب. مبارك حبيب، استمتعت بالحديث معاك، الحديث الجميل، وأكيد أن المشاهدين أيضا استمتعوا. مشاهدينا هذه كانت آخر زاوية لنا اليوم، وتغطيتنا مستمرة إلى تاريخ 21، ونرجع إلى الزميلة شيخ المناعي. زميلي إبراهيم الجفري يعطيك ألف عافية من هذا النقل الحي والمباشر لأحد دور النشر العربية والخليجية اللي تشاركنا دائما في معارض الدوحة الدولية للكتاب. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى ختام حلقتنا اليوم من هذا المعرض، لكن احنا نقول لكم وندعوكم انكم انتم تجون تشوفون كل الكتب الموجودة، سواء كان كتب التنمية البشرية او كانت كتب دينية او تعليمية او حتى تربوية او حتى روائية وقصصية مثل ما احنا عندنا اليوم مع كتابنا. نشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة يوم غد الجمعة اللي راح تكون إن شاء الله المعرض مفتوح من 3 للـ10، لكن إحنا راح نروح معاكم إن شاء الله بكرة من الساعة 4 للـ5، والثقافة والفنون ليس لها حدود فمن لا.